لا انا شايف انهم يقعدوا يتعلموا البيتزا والكريب احسن، يعني يمكن ده بس احسن منهم. والله يعني السواقه بتاعت الستات مش كلهم، يعني في منهم سواقه كويسه جدا وفي منهم بيبقى سواقه مش لطيفه يعني، بس احنا عندنا هنا في الزقازيق احنا عامه ما شاء الله اغلبيه اللي موجودين سواقتهم ما ينفعش هي تركب عربيه، يعني اللي اداها الرخصه كان ظالمها وظالم نفسه وظالمنا احنا كمان معاه. لكن في الاغلب انا بشوف في القاهره بنات وستات كتير جدا بيسوقوا العربيات، لا ما شاء الله عليهم ما فيش مشاكل عندهم خالص في السواقه. زي الزفت، اي حد عارف ان سواقه الستات زي الزفت. عاديه يعني عادي ما فيهاش حاجه، بس هما ساعات بيبقوا اغبياء في حياتي يعني. في المدن الاقليميه مش قوي. طب القاهرة بسم الله ما شاء الله يعني سواقين 100 100، عادي ما فيش مشكلة، ماشي ممكن يسوق عادي، بس المشكلة اللي هي مش ينفع أصلا ست تسوق، فاهمة؟ ممكن أي حد يبص لها نظرة مش كويسة وكده، فاهمة؟ مثلا تلبس لبس مش كويس، أي حد مثلا ممكن حد يوقفها مش عارف إيه، عادي هو أصلا ما يصحش أصلا. أصل إحنا مثلا لو هنا لو مثلا أو مثلا في أرياف ما يصحش اللي مثلا ست تسوق، إنما لو مثلا في مدينة مثلا أو كده عادي مش فيها مشكلة، ممكن اي ست تسوق عربيه وعادي يعني. بصراحه يعني هو في ستات في المهم بيعرف يسوق وفي المهم ما بيعرفش، بس عادي يعني هم ناس كتير يعني بتسوق، ستات كتير بتسوق، بس احنا شايفين ان هم عادي يعني. بس ايه، في منهم اللي بيبقى ماشي عادي وعارف يسوق، عارف هو بيعمل ايه وماشي على طريق ازاي، في منهم اللي تلاقيه ماشي كده بدنه يسال ومش عارف ايه وهو مش عارف يسوق اصلا منهم، ممكن تلاقيه وهي ماشيه كده بتخبط في حاجه وما بتعرفش، فمنهم بس عادي يعني. ممكن ناس كتير، ممكن ستات كتير تسوق مفيش مشكله وعادي يعني. والله في ناس بتسوق كويس وفي ناس تعبانه جدا في السواقه. طب انت شايف هم مكملين معانا؟ مكملين فين؟ يعني يحسنوا من نفسهم في السواقه يعني، او السيره بتاعتهم ما تشتغل. لا انا شايف ان هم يقعدوا يتعلموا البيتزا والكريب احسن. انت شايف كده يعني مكانهم المطبخ. بالظبط. عسل فظيع. يعني يمكن ده بس احسن منهم. والله. طب انت شايف ان هم ممكن يحسنوا من مستواهم في السواقه او بيفكروا في ايه؟ لا طبعا مفيش امل. انت شايف كده؟ خالص يعني كان زمانها اتحسنت من زمان. وبالنسبه لسواقه الستات انا شايفها ان هي مش شيء كويس جدا، بسبب ان هي بيسوق براحتهم او بيبقى في خوف زياده في سواقتهم او حرص زياده. انا واحد كنت شغال مثلا بالموتوسيكل قبل كده، شايف ان هم بيعطلونا كتير، ممكن تخليني اغلط في ان انا اعمل حادثه، تلبسني في حادثه وهي تقول لك انا مش لدعوه، وهتيجي تقول لها مثلا تعمل حاجه تلاقي طفل معاها، الكلام ده كله هي مثلا مشغوله بطفلها بتليفون، الكلام ده كله يعني. طب انت شايف ايه السبب في كده؟ السبب في كده ان احنا المجتمع بتاعنا بقى حاسس ان احنا لاغين الرجاله، اللي هم المفروض اصلا اساس كل حاجه، ومبادين الست على ان احنا الست هي كل حاجه دلوقتي، والست دلوقتي بتركب عربيات، الست دلوقتي بتركب عربيات اكتر من الراجل اللي هو ممكن يكون شغال وليه حق اللي هو يركب عربيه مش شغال. طب انت شايف حلها ازاي؟ انا شايف حلها المفروض ان الشباب ياخد فرصته ويبقى في تكافؤ فرص، مش الستات اللي قاعده في البيت يشتغل والراجل اللي هو المفروض يعول الاسره والبيت وكده هو اللي يقعد في البيت والست يشتغل. ما بيعرفش يسوق. طب انت شايف ايه السبب في كده؟ يعني ضعف، هم ما عندهمش خبره بتاعت الرجاله عموما، يعني مش المجال، ما اعرفش بصراحه، انا مش مقتنع بسوقتهم، هم نفسهم عارفين يعني، مش محتاج ان انا اقول يعني، هم نفسهم عارفين ان هم ما بيعرفوش يسوق. طب احنا نحلها ازاي؟ والله يا فندم ممكن بقى يعني يتدربوا اكتر، يحاولوا يتعاملوا اكتر في حوار يعني السواقه والكلام ده اللي انا اعرفه يعني. والله هي بتتوقف الاول طبعا، كل الدنيا عارفه، لو سالت اي واحده من ماشيه في الشارع تقول لك سواقه الستات زي الزفت طبعا، بس هي كل مثلا 100,000 او ممكن نقول كل مليون واحده ست بتسوق، واحده بس هي اللي بتسوق، بدليل ان مؤخرا لسه في السعوديه طلع قرار من قيمه مثلا 3 4 شهور ان الستات تبدا تتملك سيارات وتسوق، فدي لوحدها سببت كوارث كتيره جدا ونجم عنها حوادث طبعا، اللي تلاقي عربيه خابطه في عمود ومنيمه العمود على الارض والعربيه راكبه فوقيها، او يعني ممكن افظع الحوادث دي، وده اللي بيحصل، بتكون يا اما الست هي اللي سايقه، يا اما الست بتبقى قاعده جنب جوزها او جنب خطيبها بتقول له هات لي والنبي وانت معاك، او حاسب وقف هنا لا في كذا يعني، فاهمني؟ هي وراء بس في برضه بالرغم من كده زي ما انا قلت، كل مليون ست واحده بتسوق كويس، او كل 100,000 واحده 10 مليون واحد ست بتسوق، واحده بس اللي بتلبس الحزام بتاعها، تلاقيها لا مؤاخذه يعني في الكلمه واخده الكرسي وداخله بيه في الدركسيون وسايقاه كده، واخداها على في حضنها زي ما يكون ابنها هيقع منها او حاجه زي كده، ف
فنفسي افهم المفروض تبقى مرتاح. لا هي بتبقى ماسكه كده ومحدش يكلمني انا سايقه، محدش يكلمني انا سايقه، فدي لوحدها بتبقى مشكله في السواقه. وانصح اي راجل عنده عربيه ست اللي سايقاها ان هو يامن على العربيه ممكن مرتين ثلاثه في كذا شركه تامين، يعني لان طبعا العربيه هتتدمر دي حاجه اكيده. يعني مش ممنوعه يعني، حاجه طبيعيه طبعا، وممكن اي ست تسوق زي ما اي ست لها حق في اي حاجه طبعا. واساسا ما ينفعش الشباب اللي بيقعدوا يخلوا البنات سايقه وكده ويقول لك ده مش عارف ايه التريقه بتاع تحفيل كده، ده كلام ما ينفعش طبعا. فعادي يعني سواقتها زي اي سواق عادي يعني، مش هو الراجل بيختلف عنها في حاجات يعني، ما هو علوم زي بعض يعني والله. طب انت شايف ان هما ممكن يطوروا من نفسهم؟ اكيد طبعا عادي، سهله مش بعيده يعني زي اي حد ما بيطور. بس هي طبعا يعني ما ننكرش ان اغلب الحوادث اللي بتكون في الشوارع وكده بتكون سببها واحده سته وكده نتيجه خوف او حاجه زي كده، بس عادي يعني. طب في تطوير طبعا اكيد طبعا. مش طب انت شايف الحل ايه؟ الحل تدريب كويس يعني، السواقه اكتر في منطقه ما فيهاش ازدحام او حاجات زي كده يعني، ده يكون احسن كتطوير وكده يعني. عبط وهبل خالص يعني، مش فاهمين حاجه في الدنيا خالص. طب انت شايف ان هم ممكن يطوروا من نفسهم في الزمن ده؟ لا، طوروا نفسهم ايه، ده هم اللي عايزين يعني، هم اللي بيتوسخوا نفسهم، هم عايزين كده. طب انت شايف الحل ايه؟ ينقرضوا يقعدوا في البيت ما تطلعش من البيت خالص. شايف كده؟ انا شايف كده. حصل لك موقف قبل كده؟ مره عملت حادثه بسبب واحده ست. ايه هو؟ كنت ماشي على طريق الجامعه ضربت فرامل مره واحده لبست فيها. طب انت شايف ممكن يطوروا من نفسهم؟ لا ما اعتقدش. طب ايه الحل؟ انهم ما يسوقوش عربيات تاني كتير كتير. اخرهم كان تقريبا من 3 اسابيع وانا ماشي في شارع طول بعويضه، ومره واحده الطريق واقف وانا واقف عادي ولقيت واحده جت خبطتني من ورا، فعقبال ما نزلت وابص لها كده وابص للعربيه بتاعتي فبتقول لي معلش انا اسفه. انت اسفه على ايه يعني؟ حضرتك مش جايه تدخلي عندنا مثلا ولا حاجه وحصل خير يعني؟ حصل خير ازاي؟ انت مش جايبه لي 2 كيلو فاكهه وجايه لي، انت بتقولي حصل خير على ايه؟ بس كان رد فعلك ايه معاها؟ سبتها ومشيت. احكي لي الموقف. كنت راكب عربيه فواحده سايقه عربيه تانية، فهي المفروض ان هي بتدي اشاره عشان تحاول شمال، حاولت على طول من غير ما تدي اشاره. خبطت فيها ولا بس هي نزلت تزعق على السنة اللي غلطان وهي اللي غلطان. رد فعلك كان ايه؟ حاولت امسك نفسي عادي يعني. طب انت شايف الحل ايه لان هم ما يسوقوش عربيات خالص؟ ما يسوقوش خالص؟ خالص. في الزازي هنا طبعا عشان الزحمه هو ممكن كتير. طب ممكن تحكوا لنا؟ والله ما فاكر الموقف بالظبط، بس هم بيخافوا جدا، ممكن تكسر عليك فجاه تخبطك فجاه ما، ففي السوق هنا في المدن مش قوي يعني. طب انت شايف ان هم ممكن يطوروا من نفسهم؟ اكيد طبعا، اي انسان في الدنيا ممكن يطور من نفسه في شغله في اي حاجه، اي شغل شغل ممكن تطور من نفسك في اي فيه، بس هذه الفكره يعني. هم برضك يعني الستات دلوقتي والبنات والكلام ده كله في تفاعل جدا في الدوله يعني، حاجه باينه وحاجه واضحه يعني في جميع ال بسم الله ما شاء الله يعني الاحزاب في تواجد، وفي في في الشغل في تواجد، في بنات كتير بتشتغل، في بنات كتير مكافحه، وحاجه حلوه يعني، حاجه يعني حاجه والله بجد صحيح، حد معانا في الشركه حاجه حلوه يعني، شغالين 100 يعني. لا ما حصليش، بس اي حد لما بيشوف ست مثلا سايقه بيستغرب، فاهم؟ في الاماكن اللي زي كده بيستغرب اللي ست سايقه وكده، انما في اي مثلا لو مدينه او كده عادي، دي بينا عادي بالنسبه لهم. انت شايف ان هم ممكن يطوروا من نفسهم؟ ممكن يطوروا من نفسهم عادي، اصلا السعوديه اصلا عامه خلت الستات تسوق اصلا. لا بصراحه مش حصل. انت شايف ان هم ممكن يطوروا من نفسهم؟ طبعا ممكن يطوروا من نفسهم عادي، ومفيش حاجه غلط، لان هم معظم الستات تسوق عربيات وعادي، بس هم بس يطوروا من نفسهم في السواقه بس. حصل لك موقف قبل كده؟ انا لسه من يومين ثلاثه كده كنت بعدي من غير ما اعمل اي حاجه، لقيت واحده كده راحت داخله فيا خلاص دمرتني ورا في الشارع زي الهبل، ولا هبلتني يعني مفيش تحسين خالص. انا عن نفسي اتأذيت والله من الموضوع ده. والله كتير بتبقى راكب عربيتك تلاقي واحده داخله عليك انت واقف كده في امان الله زي ما حصل من شويه، وتلاقي جايه كسر عليك من اليمين، ممكن تكون طياره المرايه، فساعتها الواحد ممكن غصبا عنه ممكن يطلع منه اي لفظ يعني. المرايه يعني ب1000 ب2 على حسب عربيتك اللي انت سايقها، فدي بتبقى مشكله كبيره بصراحه. انت شايف ممكن يطوروا من نفسهم؟
الستات في المطبخ ممكن او ما قدروش، ف دي بتهيألي صعبه، صعبه بجد. حتى لو قال لك احنا مدرسه سواء زي مثلا سي حورس او ايا كان بيبقى في مدربه ست، فبتبقى صعب قوي ان هي تطور نفسها في اي حاجه بتعملها. يعني انت متخيل يعني ايه؟ انت لو قلت لها اعملي مكرونه بشاميل هي ممكن مره تظبط معاها، المره الثانيه اقسم بالله ما هتظبط. بتيجي تسالك السؤال التقليدي، انت حضرتك هتاكل ايه؟ هناكل ايه بكره؟ طب ما طبيعي انت بتسالني هناكل ايه بكره كل يوم لحد اما تموت. طب انت شايف الحل ايه؟ لا هو مفيش حل غير ان انت تعمل زي ما السعوديه عملت، بتقول ان سواقه الستات طبعا كانوا منعناها تماما، اول ما فتحوها للستات فتحوها لفئتين، الاطباء ودكاتره الجامعه، لان غير كده هتلاقيهم بصمجيه بمعنى كلمه سواقه. يعني ايه؟ هي بتركن العربيه بترميها في نص الطريق كده زي ما انت شايف وبتمشي، فاهم قصدي؟ انما دي دكتوره جامعه عايزه تجري تلحق، اه فهتبقى في ركنه معينه والكلام ده كله. وبالرغم ان انا شايف تاذيه برضو، انا يعني انا كمان لسه جاي من بره بقالي بتاع ما كملت الشهر، فشايف ان في الطريق بقى اتجاه واحد واجباري، وحط لهم اللي هي المتاريق اللي هي بتاع الشوك دي عشان اللي يعدي. فانت اكيد اغلب الناس اللي لبست في الحديد ده ستات، يعني رسمي اللي هي بتمشي عكس السير، اللي هي مش عارفه الطريق هي ماشيه فين، اللي واخده العربيه من ابوها وطلعت تتفسح زي اي حد طبيعي، بس هم مش طبيعيين في السواقه، دي حاجه كارثه يعني.